إجراءات حفظ الأوراق في الملفات. الحين حنشوف بالنسبة للعاملين في مجال المحفوظات، هين لازم أول حاجة يكون في عنده خلفية عن فهرسة الأوراق والمراد حفظها، أعداد الأوراق وتجهيزها للحفظ، استخراج الملفات، إيداع الأوراق في الملفات، إجراء المراجعة اللازمة، إعادة حفظ الملفات. هنا حنشوف كيف، يعني أولا فهرسة الأوراق المراد اللي هي حفظها، كيف هذه في عنا الإجراءات بدنا نتبعها في عملية اللي هي الحفظ. وهذه حنشوف اللي هي بالنسبة لهذه الإجراءات، قراءة وتحديد الموضوع اللي بده يتم عملية حفظه، تحديد عنوان واسم الملف، استخراج رمز اللي هو الملف عشان يساعدني في عملية الحفظ، تدوين رمز الملف على اللي هو الأوراق، حتى هذه كلها يعني بيساعدنا في عملية فهرس الأوراق حتى نرى هذه الأوراق بشكل سريع. تحدد هنا فهرس الأوراق التي يتم حفظها كالتالي، في عنا عدة نقاط، قراءة وتحليل الأوراق المراد حفظها، يعني أنا بدي أقراها قبل وأعرف الفترة الزمنية عشان اللي هي أو المنطقة الجغرافية اللي بتتعلق بهذا الموضوع، وأحفظ فيها هذه الأوراق بالطريقة الصحيحة حتى تسهل علينا عملية اللي هو استرجاع هذا الملف. تحديد عنوان واسم الملف الذي يتم حفظ الأوراق به، هذا برضو لازم، أنا لما بدي أحفظ أو بدي أعمل فهرسة بدي كمان أعرف إيش العنوان واسم الملف حتى يتم عملية حفظ الورق بشكل سريع، أو استخراج رمز الملف بشكل سريع. هذه كمان نقطة مهمة، لو أنا بدي أوضع اللي هي ما أو ملفات أو أوراق في هذا الملف، من السهل اللي هي من خلال فهرسة هذه الأوراق أو رؤيتها بشكل سريع، اللي هي من خلال ممكن أنا بعمل بطاقات، أعمل عناوين لهذه الملفات في المحتويات حتى أوصل إلى الملف بشكل سريع. في عندي اللي هو تدوين رمز الملف على الأوراق المراد حفظها في المكان المناسب، يعني إما بكون في لما بدي أدون رمز الملف على الأوراق اللي هو أنا بدي أحفظها، بكون في عندي ممكن ختم الوارد بالنسبة للمراسلات، يمكن أنا أكتب أدون عليها اللي هي المعلومات حتى أعرف إيش هذه المعلومات ويتم عملية اللي هي حفظ هذه اللي هي الملفات، أو ممكن أمام كلمة الرقم في أعلى صدر الرسالة، يعني في أرقام بالنسبة للرسائل الواردة، ففي رقم ممكن من خلال هذا الرقم اللي هي من الناحية اليسرى بالنسبة للمراسلات المراد تصديرها، أو صورة أو صورها بتم عملية اللي هو رؤية هذه اللي هي الملفات وتدوين هذه الملفات وحفظها بشكل سريع. الآن في عندي خطوات إعداد وتجهيز الأوراق للحفظ، يعني هذه الخطوات بالنسبة ترميم الأوراق، تخريم الأوراق، تهذيب الأوراق، ترتيب الأوراق تبعا لرموزها، هذه كلها يعني أمور مهمة جدا، كيف بدي يتم عملية ترميم الأوراق، يعني هذه أهم حاجة عشان ما يتمش عملية تمزق اللي هو من خلال التعامل مع هذه الأوراق، فبدي أجهزها وأرتبها بشكل الصحيح ونضعها في المكان الصحيح. تخريم الورق كيف بدي أخرمه بشكل على هامش الأيمن بالنسبة للأوراق عشان أقدر أحطها أوضعها في الملف المطلوب، تهذيب الأوراق وتلك إجراء اللي هو الطي المناسب، يعني اللي هي حسب مساحة اللي هي الوعاء لعملية الحفظ، يعني هذه أمور كلها لازم نأخذها في عين الاعتبار أثناء عملية اللي هي حفظ الورق. ترتيب الأوراق وفقا لتسلسل الرموز، يعني حسب التسلسل حسب الرقم اللي هو متسلسل عشان يسهل علينا عملية ترتيبها زمنيا وحفظها في مكانها.